السادة المشاهدين لازلنا متواصلين، والتحية للفنان الرائع الكبير علي إبراهيم اللحوي صاحب الأغنيات الجميلة الرائعة التي لا زالت ستظل راسخة في وجدان كل الشعب السوداني. نتمنى له الشفاء العاجل ويعود معافى ليعطر وجداننا بالعديد من الروائع. في فقرتنا الأولى أزعت بضيفي داخل الاستديو أحد الأقلام الشاب المميز اللي وضعت بصمة في فترة وجيزة واستطاعت تخلق لنفسها قاعدة من القراء من خلال عدد من الصحف، واحد مؤسسي صحيفة المرابط التابعة للشرطة الشعبية، بالإضافة لكذا عمل في عدد من الصحف رئيسا للقسم الفني والثقافي قسم المنوعات، تجول بين صحيفة الدار والحياة والناس وأيضا صحيفة ألوان، وهو الآن رئيس قسم المنوعات وصحيفة المشار. أرحب بالزميل الصديق الأخ عامر باشا. مرحبا بك عامر. أهلا بك عبد الباقي، وأهلا بكل الفريق العامل بقناة أنغام وكل مشاهدي ومحبي الأنغام والنغم الجميل. الله يخليك، كثر خيرك، ونحن نسعد بك في هذا المساء، ونتمنى انه يعني نقضي معك وقت جميل من خلال هذه الفقره. والافتتاحيه كانت طبعا عن اللحو. يا ريت لو طمنت المشاهد باعتبارك احد الاقلام الفنيه تحدث عن المشهد الفني، وتحدث اليوم عن النقد الفني واثره، وحنتجول في عدد من المحاور، لكن يا ريت لو طمنت المشاهد الكريم. وهناك شائعة انطلقت في الآونة الأخيرة برحيل الفنان الكبير علي إبراهيم. طبعا من الشائعات السخيفة عبد الباقي بقت استهدفت مبدعين الكبار، وأنا بطمئن على أستاذنا الكبير علي إبراهيم اللحو. اتصلت بأستاذ الصديق مختار دفع الله، وبعده مباشرة بعد طمني مختار وهو قريب لأستاذ اللحو، اتصلت بأستاذنا السرقدور في القاهرة وبرضه طمني. والسرقدور انزعج جدا، قال لي الشائعات دي ليه قاصديننا نحن المبدعين ما يشوفوا غيرنا؟ قال لي انا كتلوني كم مره، والكابلي كتلو كثير جدا بالشائعات، واخيرا الشائعه امس ازعجت كل الشعب السوداني وبالذات محبي الفنان الرائع الجميل علي ابراهيم اللحو. علي ابراهيم اللحو متع الله بالصحه والعافيه. نتمنى له انه يعود سالم غانم. الله يعطر وجداننا بالعديد زي ما قلت من الروائع، واللحو من الفنانين اللي وضعوا بصمه واضافه في تاريخ الاغنيه السودانيه. وكلنا استمتعنا باغنياته تواهنا اللي تغنى بها في بدايه الافتتاح اليوم من خلال برنامجنا هلا بيكم كلمات الشاعر عبد الحليم. واول اغنيه عبد الباقي هي اغنيه شوف عيني الحبيب، اول اغنيه خاصه للحو بدأ بها من الإذاعة السودانية شوف عيني الحبيب، وهي كلمات الشاعر صادق الياس. أيوة شوف عيني الحبيب بحش ملابس التوب، والأغنية دي انتقلت بصادق الياس من الشعر الحلمنتيشي أو الملولوج إلى الشعر الغنائي بشكله العاطفي. صحيح. نعم، وبعد ذلك كثير من الأغنيات تم حنوارة فريقنا اللي هي دي عبرت بأستاذنا علي إبراهيم اللحو، وبعد ذاك بقت ملأت شهرته الآفاق يعني عبر الإذاعة السودانية. أول تسجيل له في عام 1960 شوف عيني الحبيب بحش ملابس التوب، والشاعر خالد حسن عباس، وكثير من الأغنيات. بعد ذاك أغنية عدت يا عيدي بدون زهور، ود الورشي طبعا، ود الورشي، أيوة، والحلنقي، الطير الخضاري، صحيح، عدد من الأغنيات عدد طبعا، من الأغنيات، وحسن الزبير، وكسيرتك بيجيبوها، وكتسيرتك بيجيبوها أهلي كثير، وجبار الكسور وجبار لقاسم الكسور الحاج، قاسم الحاج، وعدد من الأغنيات. وعدد من الأغنيات. وعشان من هنا نقول لأستاذنا الكبير متع الله بالصحة والعافية، ويعود لنا بسلام، ويعود يمتع الناس بغناه الجميل. نقول له كتسيرتك يجيبوها أهلي كثير بيعرفوها، وحقيقة العشرة ما بتهون على الناس اللي بيعزوها. يا سلام. نعم، ونحن بنقول لكل الناس المحبي معجبي وعشاق أغنيات أستاذ الكبير الرائع، إن شاء الله ربنا يدي الصحة والعافية على إبراهيم اللحو، إنه لحو بخير
وهو الآن يرقد طريح فراش المرض بالقاهرة المعز. نعم. والحمد لله هو. وقبل قبل ما أنا أخش على الاستوديو عبد الباقي، عملت اتصال بمرافقه الأستاذ الهادي، وهو طمني وإنه الأستاذ زي ما طمناه مثل السرقدور إنه في عافية وسلام تمام، يعني ما في شيء مزعج، يعني في حالته الصحية ما في ما يزعج أو يخلي الناس إنه تطلق هذه الشائعات المغرية. السخيفة. أيوة والله هذه شائعات مناسبة انتشرت في الآونة الأخيرة. الآونة الأخيرة. بتزعج الناس طبعا. نعم يعني كثير. ورحيل أرقام ومبدعين. أيوة في أستاذنا إبراهيم اللحو. نعم. بيأثر شديد. نعم. وطبعا الموت ده لابد منه كلنا. سبيل الأولين والآخرين. أيوة. لكن أيوة لماذا يستعجل الناس على رحيل؟ يعني ما أعرف. طبعا إشاعة كانت مزعجة جدا. مزعجة جدا. طيب أنت كناقد فني يا أستاذ بهشام، يا ريت لو حدثتني عن الشائعات وإطلاق الشائعات. هي شيء مؤسف بالنسبة للمبدعين بشكل عام. نعم. يعني بيأثر في المبدع، يعني يمكن أمس زي ما قلت لك أستاذنا السرقدور انزعج جدا لما قلت له في شائعة انطلقت إنه بالنسبة لأستاذنا اللحو أزعجت الناس وكده، انزعج جدا وقال لي بي ليه بس نحن مستهدفين نحن المبدعين. يا سلام. ليه ما يستهدفوا الناس التانية؟ ليه المبدعين بس؟ قال لي الكابلي قبل كده برضو تأثر كثير. المزرعة دي بتأثر نفسيا. بتأثر يعني. نفسيا يعني. والمبدعين هم ادونا كل حياتهم. صحيح. يعني شكلوا ما وجداننا. والله حقيقة. شكلوا وجداننا وشكلوا يعني، زي ما أنت قلت الموت سوي للأولين والآخرين، لكن ما صحيح. في داعي للشائعات دي، ما في داعي لإطلاق مثل هذه الشائعات، وأنا أتأسف جدا. كمان في ناس بينغلوها بطريقة سريعة جدا بدون ما يتأكدوا، بيقوم ينغلوا الشائعة من حتة لحتة، وحاجة مؤثرة ومؤسفة جدا حقيقة. اللحو يعني من الفنانين يعني أصحاب شعبية كبيرة جدا. نعم. وظلت أغنياته تمشي بين الناس على مدار السنوات، يعني زول بدأ القناة وهو منذ الستينيات يعني. نعم. وهو فنان متفرد، يعني اللحو استطيع يحرك المسرح. صحيح. يعني ما فنان جامد، فنان عنده حضور مسرحي. عنده حضور مسرحي وبيحرك المسرح، يعني بيخلي الناس كلهم يتفاعلوا مع الغنى بلطفه وبظرافته وطريقته أداؤه المميز طبعا. أداؤه المميز للأغنيات وأغنياته الحماسية. وأغنيات التراث يعني. نعم. أغنى الحماس. أغنى التراث والحماسة، وهو بيقرأ زي ما تقول الحفلة أو اللي ناي بيقرأ، ومن خلاله هو بيقوم بيقدم الأغنيات اللي بتتفاعل مع الجمهور، كل حسب ذوقه وكل ما يريد وكذا. يعني كل حفلة اللحو كل حفلة عنده لها طريقته الخاصة. صح. نعم. نتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله يعود لنا سالما وغانما أستاذنا اللحو. الشائعات طبعا يا استاذ بهشام ستظل يعني من بعض الاشخاص وهذه الشخصيات المغرضه زي ما نحن قلنا بنتحدث عنها. نعم. انه بتاثر شديد، وزي ما قلت انت لماذا الاستعجال يعني؟ لماذا الاستعجال؟ ودي كلنا لها طبعا ده حال الدنيا. طيب يا استاذ بهشام حنتناول بعض المحاور عن الصحافه الفنيه وعن النقد الفني، والنقد الفني بدأ منذ فترة طويلة جدا. نعم. وعندنا أساتذتنا الأسسوه يعني هم رواد النقد الفني، أستاذنا الراحل مرغن البكري، وأيضا من هنا بحيي أستاذنا النعمان على الله. النعمان على الله. من الله الصحة والعافية، وأيضا الراحل سليمان عبد الجليل، وأستاذنا ود إبراهيم، وأنت امتداد لهؤلاء العمالقة اللي وضعوا لنا بصمة وإضافة في تاريخ الصحافة الفنية. يا ريت لو حدثتني عن النقد بين الأمس وبين اليوم. والله أستاذ عبد الباقي يمكن من الأشياء التحمد في هذه الأيام إنه النقد، نحن مشينا على خطى رسموها أساتذتنا الكبار، أستاذنا مرغني البكري يتقبل الله يواسع رحمته وانتقل قريب وترك فراغ كبير، وأستاذنا النعمان على الله المتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته. إذا بشوفنا نحييه ونتمنى له الصحة والعافية. نعم. فهم وضعوا أساس متين للصحافة الفنية والنقد الفني. وأنتوا يعني ما برضو ما قصرتوا أستاذنا عبد الباقي، ليكم بصمتكم الخاصة. وأنتوا من الناس يعني ما قدامك، لكن أنتوا من الناس وضعتوا بصمة خاصة وأخذتوا بإيد كثير من الشباب
اللي هم هسه في الساحة. طبعا الحياة اللي ما بتجي في يجي نعم جيل بعد جيل، نعم ونحن والحمد طبعا لله. استفدنا ايضا من جيل نعم العمالقة، من جيل وضعوا العمالقة. لنا اسس وقواعد نمشي عليها نعم في تاريخ النقد الفني. انت احد الاقلام حقيقة المميزة، الله وانت يخليك. الان تشرف على ملف فني كبير وتكتب عمود راتب من خلال صحيفة المشهر، وليك اسهاماتك ايضا في عدد من الصحف. طيب استاذ باشاب، بتنظر للساحه النقديه والفنيه وانتم كنقاد، بتنظر لها كيف الان؟ والله الساحة الفنية للشيء المؤسف إنها فقدت الكبار، يعني منهم من رحل عن هذه الدنيا الفانية، ومنهم من يعني اختفى وابتعد نسبة للإحباطات ونسبة للأجواء، يعني ما مبشرة بالإبداع وبالإنتاج اللي كان في الفترة السابقة، صحيح، يعني الفترة كان في اللي إنتاج نعم كبير جدا. يعني حتى أنا بعتبر أكثر فنان أو آخر فنان لقى مساحة وقدر يبدع وأنتج بصورة يعني كبيرة جدا، الفنان الشاب الراحل محمود عبد العزيز، ده هو أنا بعتبره الفنان الأخير اللي قدر يعني يحرك أو يحرك ساكن يعني في الساكن الساحة في الوسط الفني. الفنية نعم والإبداعية. حقيقة محمود فنان أسطورة وقدم نعم الكثير في فترة وجيزة نعم قياسا بعمره الفني، استطاع إنه يملى المسرح واستطاع إنه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم بالإضافة لكده قدم في كل أغنيات المجالات. ورمادة عديدة نعم نطرحها على روحه. طيب رأيك شنو في قصة الألغاب الآن في بعض الشباب؟ والله دي طبعا أنا في حوار مع الفنان الإمبراطور الحقيقي، إمبراطور الأغنية الحقيقي محمد وردي، فسألته الحقيقة دي السؤال لذيذة. نعم والإمبراطور الحقيقي، طيب فسألته عن الاستعجال الفنانين لسه في الزمن ده ليطلقوا على نفسهم الألغاب، مش يعني الفنان الجمهور هو اللي بيطلق عليه الألقاب، صح، هو يعني اللي بيسميه، نعم هو اللي يعني بيطلق على وردي، الألغاب. أيوة وردي أطلقوا عليه كثير من الفرعون وحاجات الفرعون كثيرة. والنيل، صحيح، أحمد المك سماه النيل، وحسن ساتي الصحفي الراحل سمى الفرعون. سمى الفرعون، ولكن هسه الشباب تجي تمشي مثلا وردي فنان افريقيا الاول يا وفنان باشا. افريقيا الاول برضه لقب اطلقوه عليه واطلق عليه في اثيوبيا اللقب ده صحيح، فنان افريقيا، فالشباب اللي هسه مستعجل قبل ما يثبت اقدامه. يعني قبل ما يتوهط في الوسط الفني وقبل ما يضع اقدامه بثبات على المسرح، ذهبوا الى اطلاق نفسهم للغاب، تلقى الامبراطور مع اسم ما معروف، ألغاب عديدة طبعا. نعم امبراطور والسلطان وما تعرف وما شابه ذلك، وتتفاجأ بأنه محمد اللمين بغامته بعظمته بإبداعه الكبير ده في الملصقة الإعلانية في حفلاته الجماهيرية والتجارية، تلقى الفنان بس أو صحيح الأستاذ صحيح، أو الموسيقار، وهو يستحق كل الألقاب محمد اللمين، يا سلام. أي لقب يستحقه، طبعا لكن يكتفي لأنه زول واثق من نفسه، زول واثق من إبداعه، اكتفى فقط بالفنان، وأنا طبعا متأكد إنه متعهدي الحفلات يعني بيدعموا مع محمد اللمين إنه يحاولوا إنه يضعوا يختاروا له الألغاب، لكن هو يختار الأستاذ والفنان. صحيح، والألغاب طبعا هم نعم بيختاروها المحبين والمعجبين بتاع معجبين الفنان نعم محمود المعين، عبد العزيز ولكن الصحافة الفنية هي أيضا يعني تختار الألغاب. بتختار الألغاب. نعم يعني أستاذنا الكبير الموسيقار محمد علي أطلق عليه شيخ اللغات بالباش كاتب، ايوه وأيضا عدد من الفنانين الصحافة يعني ساعدت في إنه تسميهم. لكن تسمى أنا بلاحظ في الآونة الأخيرة الشباب دول نفسهم بيسموا روحهم برام، نعم بعد يعني ذاك هسه ما بيستحوا من قصة ال يعني محمود عبد العزيز لقب الحوت سمى لقب الناس يعني. الجمهور ايوه صحيح، الحوت، فلقب يعني قدر محمود وقدر إبداعه بضخامة إنتاجه، صحيح، يعني يستحقه عجان والحوت حاجات أيوة كثيرة طبعا. ويستحق محمود، صحيح، ومحمود أصلا ما لقب نفسه لقبه يعني الجمهور. عندك زيدان نعم نطرحهم على روحه، زيدان زيدان والعندليب، ابراهيم من الفنانين العندليب الأسمر. الوضع بصمه، يعني قدم نعم اغنيات عاطفيه نعم نعم واغنيات يعني دخلت قلوب كل الناس. شكلت العندليب الاسمر نعم اطلقته الصحافه عليه واطلقوا عليه نعم نعم
الاستاذ الصحفي الراحل الكبير التجاني محمود. نعم يعني هو ما يعني تيمنا باسم العندليب عبد الاسمر الاسمر عبد الحليم الفنان حافظ، العربي الكبير عبد عبد الحليم الحليم حافظ. حافظ نعم. فلذلك بودجاردي وحاجات يعني الفتره الاخيره الشباب دي انا والله لاحظت شباب مستعجلين. انا رايك شايف شنو في الغنى اللي بتقدم الان؟ والله لنا حتى هابط الغناء، وبعض حتى الاغنيات الغناء انا ما قلت لك الفنان يعني وردي قال لي الفنان هو يقدم نفسه للناس، يقنع الناس الجمهور بإبداعاته بأغنياته، بعد ذاك الجمهور هو بيلقبه والجمهور هو بيدي النجومية. لا انا دا اتكلم عن قصه الغنى الان. ما الغنى هسه يعني انا بلاحظ يا استاذ باشاب في الاونه الاخيره انا ما دارس اكون اسمع، نعم يعني في بعض الفنانين الشباب تغنوا باغنيات هابطه حتى المجلس بتاع نعم المهن الموسيقيه وكده مفترض ينتبه للحاجة دي. تم ايقاف عدد من نعم الفنانين، ما داري الناس تكون اسماء نعم معينه. نعم رايك شنو في المساله دي؟ والله أنا قبل يومين أو عمودي أمس أو عمودي اليوم، مش أمس، الليل يوم السبت، عن المندسين في الوسط الفني، يعني تقصد شنو اللي هم المندسين؟ المندسين في الوسط الفني دي، اللي هم يعني جابوا نوع يعني غريب من الغنى، يعني ما عنده قيمة، أغنيات تخدش الحياة، ما عندها علاقة بالقنا، مفردات ما خاوية. قاوية من أي يعني من أي شيء يعني. ونحن بكلامنا ده ما بنعمم يا استاذ باشا، نعم بنقول البعض منهم في شباب في جادين شباب جادين، وبالمناسبة عندهم أصوات، لكن جميلة حقيقة. أصوات جميلة، أصوات جميلة، وهم يعني المستقبل قدامهم، لكن نتمنى انه اختاروا هم مستعجلين للشهرة، صحيح مستعجلين لكسب المادي يعني، والحاجة دي خلتهم ما ينتجوا. والغريبة إنه تجي تلقى الفنانين دي بأصواتهم لما يؤدوا أغنيات الكبار في برامج في التلفزيونات، منها يعني في أغاني وأغاني وغيره 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 وغيره، لما يغنوا أداء الكبار بطريقة جميلة، صحيح وفي يعني حتى حببوا يعني للجيل الجديد ده أغنيات ناس ما سمعوها إلا من في ناس أصواتهم. رحلوا عن دنيانا، يعني الجيل نعم الجديد ده في نعم يعني ما يعني لكن بس المؤسف ما إنهم استمعوا لأحمد المصطفى ولا نعم لحسن عطية ولا للتاج سمعوا مصطفى أغنياتهم عن طريق من الشباب خلال دي. أصوات نعم شابة، نعم ونتمنى أن الشباب فبالتالي يغنوا يعني غناهم هم نعم. وبعد ذاك أنا يغنوا برضو غنى الآخرين يا بإحساسهم ما باقي يقلدوا. أيوه برضو في حوار مع أستاذنا عبد تفضل. الكريم الكابلي في مجلة أيام وليالي، برضو قلت لي الفنانين الشباب قالوا أنتوا برضو يعني في ده قصة الغنى الهابط، فقال لي بالحين احنا غنينا غنى يمكن يصنف هابط، لكن ما غنيناه في مسرح ولا غنينا في حفلة، قعدات كده حاجات ايوه حاجات تكاكينية ضيقة وما مسجلة ذاتها. صح، كلهم تغنوا بالغنى نعم ده، نعم استاذنا كابل واستاذ ابو نعم داود، لكن ما نعم غنى وصل عبر الاجهزه الاعلاميه غنى بتاع الشلليات، غنى بتاع ونسى ايوه ونسج اصحاب واخوان وكده. جلسات فنية ايوه مغلقة، ومناسبات خاصه. ايوه حاجات فنية مغلقة جلسات. طيب بتنصح الشباب الان بتقول لهم شنو يا استاذ باشا؟ والله انا نصيحتي لاي فنان شاب ايا كان في اي مستوى انه يركز مع ترديده لاغنيات، اي فنان بيبدا بترديد بأغنيات اغنيات الآخرين لا الاخرين بد. كلهم. هسه اللي حو بنتكلم عنه بدا باغنيات احمد المصطفى وابو داوود وأغنيات ضد الغرشي. ويود أيوة الغرشي شفيق ويتاثر بالناس دي صح، الفنانين ديل، وبعد ذاك عمل بصمته وبقى اللي حو، وعمل وعمل طريقته المختلفة اغنياته بتميزه. بقى علي ابراهيم اللي حو، فنان مميز له مكانته وله طريقته في الغنى وله ابداعاته يعني. صحيح بالتالي اي فنان شاب مفترض يمشي بخطوات، ما يستعجل، ما طوال يكون حاصر نفسه في غنى الآخرين، يبعد عن الغنى الهايف لأنه ده بيكون خصما عليه، صح، وما بيرسخ فيها اسان ما الناس بيرخصخ في أذهان الناس. زي رغوة الصابون بعدين يعني. هم ذاتهم يعني الجمهور بيستمع له في حفلات بيرقص، لكن برا لما يتكلم عن الفنان يقول لك ده صح. غناه هابط أو طيب غناه طيب هايف. يا استاذ باشاب، نعم لماذا ظلت الاغنيه السودانيه يعني راسخه لحد الليله؟ يعني من العمالقه الاساتذه الكبار، نعم يعني في جيل يعني نحن ما شفنا حتى كجيل، نعم از عبد الحميد يوسف و أجيال عديدة يعني، ايوه دي اللي ولاد رسخوا. شمبات وكده، نعم وخدر بشير، يعني دي من الـ من الـ من الفنانين كل العمالقة. هؤلاء لماذا المبدعين، هذا الغنى لحد الآن راسخ في نعم أذهان وفي ديدان الشعب السوداني؟ كل هذا الغنى وكل المبدعين الكبار العظام بدوا بداية حقيقية، كانوا حريصين ان يقدموا اغنيات لها قيمتها، تعاملوا مع شعراء كبار كبار، وفي أغنيات شعراء من خلال أغنيات تعاملهم مع الفنان نعم ايضا اصبحوا كبار. أصبحوا يعني يعني يقولوا عثمان حسين ده
من الأغنيات زي ما ذكرنا أيوة هسه الصادق الياس صحيح بدا مع اللحو، صح، وهسه شكله ثنائية. أيوة شكله ثنائي، بعدين هسه هو من الارقام في الشعر الغنائي، صحيح صحيح غيرهم وغيرهم وغيرهم، لانه اختاروا الغنية الرصينه اللي بتهز القوية الودان، صحيح بتشكل النظيفة. الودان أيوة النظيفه، مفردات معبره. يعني بعدين كل شاعر له لونيته، وكل فنان له لونيته. وبعدين فنانين زمان كان بيساعدوا بعض، يعني حمد الريح العاقب محمد الحسن فنان بيلحن لشعراء، وبدي ادى حمد الريح وادى صحيح، فنانين كان في كتار، تواصل اجيال يعني، ادى كتير من حتى المبدعين. الفنانين الكبار كانوا بيتعاملوا مع الشباب في كان في الفترة دي ورش، يعني، كان كان في في ورش ورش. فنية. ايوه صحيح هسه الفنانين الشباب من الحاجات المؤسفة انه كل زول منعزل في ذاته، يعني حتى بيناتهم انا ما شايف وما انه، داروا يتواصلوا مع الكبار، وما مع انه دارين لحد يتواصلوا الان مع الكبار. استاذنا عبد الحاوي موجود، نعم واستاذنا الحلنجي موجود، واستاذنا صادق شعراء الياس موجودين نتمنى لهم الصحة، لكن انا ما موجودين عارف نعم. الجاب ده شنو. وفي في فنانين الغريبة تغنوا لشعراء كبار، لكن هم مصرين على أغنياتهم الهايفة والهابطة دي، صحيح وهم ذاتوا خلوا الفنان، خلوا الجمهور ينتظر منهم الهابط بس، ما كرروا أغنياتهم الخاصة. في ناس عملوا غنى خاص صح لكن ما كرروا، يعني في تلقى واحد عمل أغنية خاصة وعمل لها كليب وتبع فيه وبتاع، لكن اتنست، طيب ناس يا كبار شاب، كتير. الحديث في الحته دي طول وطول، وهنمشي لحتات كثيره، لكن انا دارك تكلمنا عن المبدعين الان اللي بيعانوا المرض والاهمال، نعم يعني نعم نحن والله يا كبالك أخي، ابتدينا باستاذنا اللي حاول ان شاء الله ربنا يديه نعم الصحه كثير والعافيه، كثير ده من محورنا الاخير، يا ريت نعم لو حدثتنا عن المبدعين الان نعم كثير من المبدعين في على مجالات الحياه الفنيه على المختلفه. ايوه فراش المرض الآن، زي ما هسه تحدثنا عن اللحو، ونتمنى إنه الدولة تكون واقفة مع اللحو ويستحق التكريم اللي حوله ويستحق إنه الناس تقف معاه. نتمنى إنه سفارتنا في مصر، من هنا من أنغام، إنه تهتم سفارتنا في بها. مصر يلا تقف مع اللحو. هو مشى بنفسه ومعه العازف المرافق له، الهادي العازف فلاوت هذا عبد الهادي، عازف الفلاوت، وأيضا هناك الأستاذة الدرامية الضخمة صادق فايز عم فايز سيب، عم سيب. ان شاء ربنا يديها الصحة والعافية، نعم، وأيضا الفنان نبيل متوكل، نبيل متوكل، والشاعر شاعر الملحمة أستاذنا هاشم هاشم صديق، صديق برضو يتعافى يركض ويتعالج في طريح الفراش بمستشفى امبريال، إمبريال. إن شاء نعم الله ربنا يديه الصحة ربنا والعافية يديهم أيضا، الصحة والعافية، وعدد من المبدعين والله يا وعدد شاب، من المبدعين أتمنى إن كثيرين الدولة تنتبه لهم. والله، وغير المرضانين أو العيانين، إنه نتمنى الدولة تنتبه تكريم المبدعين. صحيح يعني يستحقوا التكريم، هم أحياء يعني. بلقيس عوض ما من لا هسه ما زالت تمشي برجليها، الفنان أو الإعلامي المخضرم علم الدين حامد ما زال في المواصلات. أنا بلاقي يجوب بس الشوارع على الأرجل أي يعني. والله العظيم بلاقي بلقيس في المواصلات، يا سلام بلاقي علم الدين، يعني أنا بحزن. يا سلام دين لو كان في بلد آخر يا سلام، يعني أنا ما أعرف كان كان حيعملوا التقييم حاجة. بيختلف طبعا. نعم كان تقييم والله يا مختلف. شباب الحديث يحلو، الحديث عن المبدعين، ونتمنى يعني لكل المرضى ربنا يشفيهم ويديهم الصحة والعافية، وهؤلاء زعدونا لفترات طويلة، نعم يعني أنت نعم بتتحدث عن أسماء شكلوا أعطاها وجداننا. 50 عام، نعم يعني نعم شكلوا وجداننا نعم وشكلوا وجدان كل الشعب نعم السوداني. أنا حقيقة ما قادر أختم فقرتي، لكن لضيق زمن الفقرة أستاذنا باشاب، نتمنى نلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله. للحديث عن الصحافة الفنية وعن النقد الفني وعن الساحة الإبداعية، وأنت صاحب سهام واضح في مجال الصحافة الفنية، كتر خيرك على زيارتك لنا وعلى اهتمامك بدعوتنا لك، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك الصحة والعافية أيضا، الله يديك وتحياتنا الخير. لكل المبدعين، ونتمنى لهم عاجل الشفاء، ونتمنى أن يعود أستاذنا علي إبراهيم اللحو معافى، ويعود ليعطر ودانا بالعديد من الروائع. دي كانت فقرتنا الأولى مع الأستاذ الصحافي الشاب المميز عامر باشاب، رئيس القسم المنوعات والقسم الفني والثقافي بصحيفة المنشار. كتر خيرك، كلمة خير يا باشاب. الله يديكم العافية، وأنا من هنا برضو ما زلت أكرر للدولة إن تنتبه للمبدعين، وزي ما قال أستاذنا كابلي، الدولة الواعية هي التي تدرك بأنها تقتسم مع المبدعين مجدهم. يا سلام، الله يسلمك. شكرا لك، برضو بنحيي استاذنا كابلي، بتمنى له الصحه والعافيه، هو الان بالولايات المتحده الامريكيه
يعاني أيضا من المرض، نتمنى أن يعود سالم وغانم لتقديم العديد من الرواية والجديد من الأغنيات. دي كانت فقرتنا الأولى مع الأستاذ الصحفي عامر باشاب، وهناك مفاجأة وفقرة ثانية.